السلام عليكم، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد وقناتكم الاولى الخاصه بالبلابل، محدثكم علي الصياد. فيديو اليوم مثل ما تعرفون احنا الوجبه الثانيه طلعناها من الافراخ المهجنه من ام كشميريه فايتر واب عراقي، كان عددهم 4. اليوم 15/5، موعد التفقيس كان 26/4، اي بما معنى اليوم الافراخ عمرهم 19 يوم. بما انه هن 4 افراخ فيكون التفقيس مالتهم متفاوت، يعني اول يوم اثنين وبعدهم بيوم اثنين، فاكو فرق يكون شويه بالعمر مالتهم، هو فرق يوم بس يبين عندك بالحجم مالتهم. عموما اليوم انزل لكم شلون نلبس الحجول للطيور، يعني الحلقات اللي بالرجل. انا منزل لكم الطريقه شلون نلبس الحجول، والافراخ دائما انا بعمر 30 يوم او شهر شهر وشويه البسهم الحجول، لكن هالمره على مودكم بعمر 19 يوم راح البسهم. يعني معناتها لان هوايه جتني تعليقات ايش قد عمر الافراخ ونلبسهم حجول، ماكو عمر محدد وماكو اي تاثير. تريد بعمر 10 ايام، تريد بعمر 15 يوم، تريد بعمر شهر او شهرين، ما راح ياثر، لان كل هاي الفتره انه الطير مخلف وما ينتبه على التغيرات اللي تصير برجله. طبعا انا خالهم بقفص لانه هاي الوجبه كلش حركات، نشاطهم فول ما يستقر نهائيا، لذلك حتى بالقفص هم خليتهم من وقت، يعني تختلف عن الوجبه الاولى، ما اعرف شنو السر بالموضوع، يعني حركه بيهن كلش قوي، عباك طيور وحشيه مو تقول افراخ. عموما خلينا نشوفكم اول واحد، لان انا لبسته اول واحد نسيت اصوره لكم، وحجلهم جديد اجانا بقويانا. هذا اكبر واحد بالعش، يعني احنا دائما نعرف العش اول بيضه تفقس قبل الكل، فيكون الفرخ الكبير مال العش يكون هذا دائما يعني وحشي، خلينا نقول لانه اكثر واحد يشوفون امهاته اكثر من البقيه فيتوحش. عموما هذا لبست الحجل الجديد، طبعا اجانا هاي جتنا كميه كلش محدوده كلش قليله، تخيلوا انه انا ما قدرت اخذ اكثر من واحد، فاخذت بس واحد اللي حتى بس البس هذا الحجل، والبقيه وزعتهن ويا الخلطه. طبعا اللي اخذ من عنده او اللي وصل له من عنده من هذا الحجل يا ريت ياخذ له صوره وينزل لنا اياها بالتعليقات على الصفحه بالبيج. حجل كلش حلو شكله مميز، وان شاء الله باقي الايام راح تجينا بعد من هاي الحجول بكت يزيد لنا العدد ونوزعهن همين ويانا. هذا الطير شوفوه، هذا اكبر واحد بيهن، هذا الفرخ الثاني، هذا شلون نقول اللي البيضه الثانيه. هذا هسه راح نعلمكم شلون تلبس الحجل، تطبق ثلاثة اصابع، باوعني هاي الاصابع شوف عندك قدامك ثلاثة اللي قدام الطوال وهذا اللي ورا، فذن الثلاثة اللي قدام تطبقهن سوا حكي عدل. وهذا الحجل ذهبي مثل ما قلت لكم، هذاك النوعية ابو الحافة ما اخذت غير بس واحد اللي اخذت، حتى البقية نوزعهن. لا تنسون اي واحد عنده حجل من ذاك خلي ياخذ له صورة وينزله بالتعليقات، خلينا نشوفه. شوف هاي الطريقة ذني طببناهن ثلاثة تنسوها مثل ما شفتوا، ومثل الحلقة تلبسهن سوا، وهذا الاصبع اللي ورا يصير ويا الساق ويلبس بهاي الطريقة. شوف هذا بعد ما يوقع، اها هذا الثالث، ثالث العش هذا شوفه نفس الطريقة، راح نجيب الحجل الاخضر، الحجل الاخضر تلبسه برجله، بابا بابا شلون يصيحن، يعني تقول بلابل وحشية مو أليفات والله العظيم، حتى تقول انه كبار مو صغار، يعني مو مال عمره 19 يوم، والضخامة طبعا فول والقوة فول، يعني عبالك امهن متوحمة بسمة زوري، يبلبط انه تبلبط، يقمز انه تقمز، عسري لك الاسباني فقط هالمرة احنا التجربة مالتنا. ها شوفه حجل هذا اخضر، هذا الصغير مال العش، هذا اصغر واحد بهن، طبعا هذا لونه خفيف يعني اخف من لون اخوانه، ما اعرف سبحان الله لونه فتشي مميز، لونه شلون نقول شمعي عبالك، خفيف دخاني خفيف زين، حتى رجله شوفوا انتبهوا على رجله شلون لونها على بياض من قاره. عموما هذا راح نلبسه الحجل الاحمر، انا ما احب الزمهن للطيور، وبالعكس انا كيف اني يصيرن وحشيات، لان هذا الطير بس يصير وحشي اعتبره بعد كل شيء ما عليه، يطلع عندك طير قوي تغريد وقوي صحه بس يكون وحشي كلش. شوفوا هذا الحجل الاحمر اله، شوف نفس الطريقه اللي سويناها ويا البقيه، اها شوف يلا تحياتنا عينك.